شو جديد فريق البطل المغرب فريق الوداد الرياضي؟ الوداد قبل ما نهضروا على المباراه الجايه غنهضروا بعدا على البريباراسيون. سالات كانت مباراه مع اسفين، النتيجه ديالها ميركاتو. بدايتكم بالاعداد كبدايه على صديقنا محمد القرضا. اهلا بك محمد. مرحبا بك ايوب. صرف للمستمعين ديالنا الكرام، كما قلت يا ايوب، فالوداد بطل المغرب الاعداد ديالو توا كباقي باقي الفرق كيستعد للموسم المقبل. غير اللي كاين اخر الاخبار بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، على غرار مجموعه من الانديه اللي كتواجد في مراكش، حتى هو كيتواجد في مدينه مراكش، لعبوا مباراه وديه كانت مواجهه فريق ديال اولمبيك اسافي. اولمبيك اسافي الفرصه للوليد الركراكي لاعطاء يعني فرصه لبعض اللاعبين لتجريب اكبر عدد من اللاعبين، خصوصا كاين لاعبين اللي كيدوزوا لي تيست مع الفريق وكاين لاعبين اللي تم الضم ديالهم. فالمباراه الوديه سالت بانتصار الوداد 2-1. نذكروا بانه فريق اولمبيك اسفي هما اللي ماركاو الاولين عن طريق بيلانتي ديال خابا. الوداد بعد ذلك في الدقيقه 20 فكيسجلوا التعادل اللي سجلوه هو منصف الشراشم، وفي الدقيقة 42 ماركو البيت الثاني الوداد بني الشو هو اللي مارك البيت. نيران صديقة ولا نيران؟ نيران صديقة النيت. صديق الأمس خصم اليوم وبني الشو اللي كيماركي في الفريق ديالو. إذا جوج ديال الأهداف ديال الوداد في ماتش ديال أسفي ماركاهم كل من شراتو بني الشو، وأسفي ضيعوا ماركو بيلانتي وضيعوا بيلانتي في هذا الماتش. فواليد ركراكي بعد ماتش أيوب عطاه واحد الراحة لأنه الوداد تقريبا أسبوع كامل هو كيستعد، فعطاه يوم راحة للاعبين ديال فريق الوداد الرياضي. من بعد ذلك وصلوا للاعداد بحصه واحده في اليوم في كازا مركب ديال بنجلون الى انطلاق منافسه ديال البطوله الوطنيه. نذكر بان الوداد فاول ماتش ديالو غيكون في 12 من يعني من الشهر الحالي، غيكون في استقبال فريق ديال اتحاد طنجه، هذا اول ماتش ديال البطوله ديال فريق الوداد الرياضي. بالنسبه للاخبار ديال التعاقدات، لانه السوق ديال الوداد متحركه ايضا على مستوى الميركاتو، المعنويات مرتفعه، اللاعبين اكيد بانه تنافسيه على مستوى ديال حجز المكانه، ولدرجه اللي كيوصلنا بانه كاين صرامه كبيره في التدريب، جديه في الاعداد، ما كاينش فرصه للتهاون، اللي غيستحق غادي يلعب وكل شيء كيدافع على المكان ديالو، خصوصا صراع ايوف وسط الميدان، وسط الميدان مجموعه من الخيارات، واللي كيوصلنا بانه صراع كبير، الثقه ديال وليد الركراكي في شكون اللاعبين اللي غتكون. انضمام ايضا جلال الداودي وبعدم رحيل كارتيتا. الكارتي باقي، جلال الداودي، الحسوني والبقيه كلهم كيتنافسوا. سرغات كركاش، فاللي بانه كاين لاعب اللي رسميا، لانه هذا اللاعب اللي غنهضر عليه راه حتى هو ملي كنمشيو للحساب ديالو الرسمي في انستغرام دار اللوغو ديال فريق الوداد الرياضي، واشاره بان الامور حسمت. هو كيتواجد مع الفريق ديالو يعني فريق ديال المنتخب ديال البلاد ديالو، ولكن لاجون ديالو الامور يعني حسمت بشكل كبير، فاق انتظار بانه باش العوده للمغرب من اجل التوقيع بشكل رسمي. هو اللاعب مبينزا اللي كيوقع لفريق الوداد الرياضي، عقد كيمتد الموسم واحد، يعني سيناو ليه عام فقط باش ما يكونش هذاك المشكل ديالي سالي، ولا يكون مده طويله وما يكونش الاداء في المستوى والمشاكل ديال الماديه والمستحقات. جا من الدوري البلجيكي. الدوري البلجيكي لعب فريق رويال في بلجيكا، كان عنده تجربه ايضا في الدوري التونسي ولعب مجموعه من الانديه. اللاعب بينزا اللي قلت سينا عقد لموسم واحد، مجرد كما قلت الارتباط ديالو بالمنتخب ديالو غيتحقق فريق الوداد الرياضي. التعاقد ديال بينزا ايوب غادي يدير لنا واحد القضيه، ولا غيوضعنا امام واحد ماشي احتماليه، هذا الواقع. كباكبو فكباكبو يقربه من الرحيل. كباكبو اللي كان معار الموسم الماضي للفريق ديال الطائف الدوري السعودي، فبالتالي فالاجانب يمكن اللائحه سالات. علاش؟ لانه غنحسبوا الاجانب دابا اللي ولاو في الوداد. عندك الشيخ كومارا، مؤيد اللافي، سايمون مسوفا، وتصومو، هادو الاجانب اللي كاينين في فريق الوداد الرياضي. بالتالي فغاد اطروحه ديال كباكبو يعني غادي يغادر فريق الوداد. مشيت لبلاصتو بينزا هو الخامس. هو الخامس اللي غيكون كومارا، مؤيد اللافي، مسوفا، جوفيل تصومو، وبينزا، خمسه ديال الاجانب مع فريق الوداد. وهاد الخمسه الاجانب ايوب فخلدنا لاعب اللي كان كيتيستي مع الوداد، يلاه واحد شويه خبر لانه كيتم التوقيع عليه، هو مازال صغير في السن، ولكن اللي كيوصلنا بانه عنده تقنيات متميز تقنيا، هو لاعب اسباني غونزالو دي لامورينا الفاريز. هذا لاعب اسباني اللي تقريبا فوقاش، هذه واحد تقريبا اكثر من 12 يوم هو مع فريق الوداد الرياضي، تابعناه في ماتش ديال الاورينتي في مراك مع الراك. وهذا اللاعب اللي دوز تيست وحطوه وليد الركراكي على المحك، يعني بعدا يقول كملوا الاجانب، بغيت يحسب الاجانب مع الاسبوار. مع الاسبوار دابا سيناو ليه، ولكن تم الالحاق ديالو بالاسبوار ديال الوداد الرياضي. وليد الركراكي تبعوه في مجموعه، دخلوا في التدريب مع فريق الوداد، عينوا واقتنعوا به، ومن شافوا اللائحه ديال الاجانب سالات فتم توقيع عليه، وصغر السن ديالو والمهارات ديالو، فتم الالحاق ديالو بفريق ديال الامل ديال فريق الوداد الرياضي. نذكروا المستمعين ديالنا الكرام ايوب، بالنسبه للحد الان
لائحة ديال الموقعين الوداد كاين تسومو جوفيل تسومو تينزا جلال الدودي بن يشو الجعدي في الدي ونضيفوا لهم كما قلت اللاعب اللي تم الإحاق ديالو بالفريق ديال الأمل دي ديلا مورينا ألفاريز غونزالو هذا اللاعب الإسباني اللي كيتم الإلحاق ديالو بفريق الأمل. بالنسبة للاعب ديال تسومو جوفيل تسومو أيضا جلال الدودي ففي التدريب ديال الوداد أيوف كيتم الإخضاع ديالهم واحد البرنامج لأنه كاين تدريب اللي مخصص لهاد جوج لاعبين خصوصا على المستوى البدني باش لانهم متاخرين وباش يدخلوا في الجروب والمجموعه. ومن كنهضروا على الاعداد البدني غنهضروا بان عنصر ايوب كيلتحق بفريق الوداد الرياضي على المستوى التقني في الاعداد البدني. شكون هو هذا؟ معيد بدني ايفواري وايرمان نيامكي هذا مختص في الاعداد البدني اللي كينضم للطاقم التقني ديال فريق الوداد الرياضي. اذا باختصار هذه بعض الاخبار المتعلقه بالوداد في انتظار ايوب مستجدات اخرى نعطيوها للمستمعين ديالنا. شكرا لك. اذا التحاق اللاعب مبينزا اللي وقع من فريق ديال رويال انتويرب البلجيكي 21 سنة متر 84 كان ماركا في الدوري البلجيكي في 25 مباراة اللي كان لعبها فهو كان أو في الدوري ديالو الدوري الكونغولي قبل ما يغادر اتجاه الدوري البلجيكي فهو كان سجل أهداف عديدة. في تونس كان تألق مع الفريق ملعب تونسي كان ماركا معه 25 بيت بينما في بلجيكا فماركا 7 ديال البيوتا في 15 ماتش. هذا فيما يخص حديثنا على اللاعب الجديد مبينزا وايضا كما قال القرضاء توقيع مع لاعب اسباني غونزالو اللي وقع مع فريق فئه الامل. نمشيو نتكلموا على فريق اتحاد طنجه المباراه ديال الوداد مع طنجه نتكلموا عليها فيما بعد.